لا بروميير شوز لكن اول شيء انا سعيد جدا سيكلات اللي تيروز سي انا بنتي سعيده هنا لاقي نفسها طوك ما فاميس ده مهم جدا عيلتي تبقى تحس بشعور جيد وانت تشعر بارتياح بنتي دلوقتي مبسوطه جدا وحتى موجوده هنا في سنك دو بونور وحاجه زي كده بتمنحني سعاده دي ريستي دون ان اوتر بيي او تا فامي نكون احسن ما تكون قاعد في بلد ثانيه وتحس ان عيلتك مش متاقلمه مش مبسوطه لما بكون بشتغل لازم افكر ابقى حاطط في دماغي عيلتي لازم تكون سعيده معايا ايسي فوار ما في لما الاقي بنتي ناس سعيده مبسوطه في بلد زي بلد ادور تو زي مصر بتعشق كل حاجه في مصر حاجه زي كده بتديني رغبه انا عايز اقعد اكتر واكتر في مصر بتديني قوه في عملي كمان هسالك عن ده لكن ممكن تحكي لنا شويه عن العيله يعني انتوا كم اخ وكم اخت وعايشين ازاي هنا ومين عايش هنا ومين عايش هناك احكي لنا كده الدنيا ماشيه ازاي اوكي سو اتس ا بيت كومبليكيتد هي معقده شويه بس سو اي واز بورن اللي تقدري تقوليها اوكي وات يو كان ساي So I have two brothers and one sister. Okay. We were born and we grew up in Belgium. Okay. My parents are like from Italy. أهلي من إيطاليا yeah. والدي والدتي so من إيطاليا and my sister now is in Italy. وأختي أتي عايشة في إيطاليا I used to be in Italy. وأنا أفكر كنت أكون في إيطاليا okay. and وأخويا في بلجيكا getting crazy between Egypt, Italy, وأمي متجننة بين هنا وبين هنا بتنقل بين كل تجيبها كده تجيلها كده هي كده ما حدش حاجة يعني لفة كده كبيرة جدا عموما